على كلتور. وبادر الرئيس القزاقستاني بإقامة المدارس للثقافة واللغة الروسية، ولقد تحدثنا عن إقامة وفتح ثلاثة مدارس للغة الروسية، ومن جهتهم يهتم زملاؤنا من قزاقستان بفتح المدارس باللغة القزاقستانية في بعض المدن الروسية مثلا في أورنبورغ، وإنها خطوات إيجابية وجيدة، وكلما كانت هناك خطوات أكثر من هذا القبيل كلما كانت العلاقات أكثر متانة. سيد الوزير، ترغب كازاخستان في بناء محطة نووية، هل جاهزة روسيا للمساعدة بهذا الأمر، وهل تحدثتم عن هذا الأمر اليوم؟ روسيا ليست فقط مستعدة للمساعدة، ولقد قدمت الاقتراحات، وكنا نتابع الاستفتاء التي جرى في قزاقستان، وروساتم مستعدة، شركة روساتم مستعدة تماما لتقديم المساعدة والدعم لحل هذه المسألة مع زملائنا من قزاقستان، ونحن مستعدون للتعاون مع الهيئة المعنية من الدول الأخرى. معالي الوزير، عودة إلى أوكرانيا، أنتم تعرفون أن رئيس توقايف التقى مع شولتز وماكرون، ولقد تحدثوا عن الأزمة الأوكرانية، ولمحت الوزارة الخارجية القزاقستانية أنها مستعدة للعب دور الوساطة في أوكرانيا. كيف روسيا تتعامل مع هذه الإمكانيات والاقتراحات، وإمكان احتمال أن تكون قزاقستان وسيطة في أزمة الأوكرانية؟ في 27 من سبتمبر شاركت كازاخستان في مجموعة الأصدقاء، ونحن نرحب بهذه الفكرة وبأن تتساعد دول الجنوب الجماعي والأكثرية العالمية لدعم الحوار العادل، والذي سيسمح بإنهاء السبب الأساسي للأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام. وأنا أرغب في لفت الانتباه أننا تحدثنا عن هذا الأمر اليوم وفي فبراير من عام 2023 قام رئيس الصين بتحدث عن فكرته عن السلام العام، وتطرق إلى الأسس التي يجب أن تلتزم بها البلدان لتحقيق السلام في جميع الدول. وفي هذه المبادرة الصينية رأينا أنه من أهم الطرق هي فهم وإنهاء الأسباب الأساسية المباشرة لأي أزمة، وبالتالي نحن نرى أن أصدقائنا الذين في مجموعة الأصدقاء سيلتزمون بهذا المبدأ، وسيتساعد في النظر في أنه الحل ممكن فقط من خلال إنهاء المشكلة الأساسية والسبب الأساسي. ونحن نعلم جميعا أن السبب الأساسي أنه بالرغم من جميع الوعود التي تم تقديمها توسعت الناتو شرقا، وبالتالي بعد ذلك وبعد الانقلاب في العام 2014 قاموا بقتل والمحاولة القضاء على اللغة الروسية، وأنا أتحدث عن النظام الأوكراني، ونحن رأينا أنه منذ فترة قريبة رغبوا في القضاء على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ونحن نفهم جذر المشكلة ونرحب بمساعدة كازاخستان والدول الأخرى في الوصول إلى اتحاد وتعاون جدي يرغب في وصول إلى حل حقيقي.
على الوزير لا يستثني على خبراء أن في الثامن من نوفمبر سيناقش القادة الأوروبيين استراتيجية جديدة للخروج من الأزمة الأوكرانية. وهل أصبح هل هدأ انتخاب ترامب الأوروبا؟ لا يمكنني أن أتحدث عن آرائي إذا كان هذا التغير تغيرا مفاجئا للاتحاد الأوروبي أم لا، فأنا لا أعلم فعليا. ولكن إذا نظرنا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشدة على بيروقراطية بروكسل والتي تحاول أن تحقق الأوتوقراطية والسيطرة على جميع الأمور التي تحدث في العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، فأنا لن أتنبأ وأتكهن. ولكن نحن نرى أنه في حال كان هناك أفكار منطقية فنحن سنستمع إليها، ولكن الآن كما نرى أنه العواصم الأوروبية الآن تتحدث عن الرغبة في الالتزام بمبادرة زيلينسكي والتي لن توصلنا إلى أي حلول. وأنا متأكد من أن السياسيين الذين يفكرون بعقلانية يفهمون هذا الأمر، ولكنهم لا يستطيعون التخلص من مواقفهم الأولية عندما كانوا يشجعون ويساعدون أوكرانيا بشكل مطلق. وعندما نحن نسأل كيف تتوافق أوكرانيا مع القيم الأوروبية في حال تحدثنا عن منع اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية، فهم لا يجيبوننا. يجب على الأوروبيين أن يسألوا أنفسهم إذا ما كانت القيم التي يدعمها نظام كييف أوروبية، وإذا كانت فعلا هي قيم أوروبية فهي قيم غريبة، وأين ستوصل المجتمع الأوروبي؟